عندي لحمة مفرومة، بصل وتوم، فلفل حار، ملح وفلفل، كاري، كركم، لبن رايب، بقدونس، كزبرة، دقيق، انت مش عارف انت كل وجبة كاتبالي فيها البقدونس مرتين تلاتة. انت ايه حكاية البقدونس النهاردة معاكي؟ ما شاء الله عليك، حلو. طيب وبعد كده عندي مرق، السبع بهارات، وعندي مستكة مع الرز الابيض للتقديم. ادي المستكة والرز الابيض اهو، بنسخنهم الاول مع بعض كده عشان ايه، نشوف هنعمل ايه بعد كده مع حضراتكم. كده عندي شوية بصل صغيرين من دول، وشوية توم من دول، وادي برضو هنا شوية زيت، وادي بصل تاني اهو، وادي بقية التوم. نعم، اوت اوف اوردر. طب ما يعمل صيانة خرج. طيب هو المشكلة انه خد رشة قبل كده هنا. يبقى نحط بقى مكعب المرق اهو كده، حطينا بصلها مع التوم كده، بنسخن الرز بتاعنا عشان ادينا له مستكة. طيب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ عندي هنا ايه، توم باودر مش كتير عشان اخد الباقي معايا، وادي شويه بهارات، وادي شويه بصل باودر، ادي شويه كزبره خضراء، ادي شويه بقدونس اخضر. مفيش بقدونس ملون عندك؟ ادي شويه من الشطه، شويه من التوابل، واقلب. ونقلب هنا. والله ريحة المستكة حلوة. طيب قوم بقى نجيب بقى ايه اللحمة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعمل حبة الكفتة اللي احنا اتفقنا عليها. هنا حبة ملح اهم. وادي كمان حبة ملح. وادي كمان حبة فلفل اهم. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل بقى. قال لي انت لايس، ما انتش عارف انت بتعمل ايه ولا رايح فين ولا جاي منين. قلت له بالعكس، انا عارف انا جاي من السيدة وطالع على الحسين. اهو. قال لي. اهو. عشان المخرج بيقول لي هي هتفك منك. ما بلفهاش جامد قوي عشان افتح فيها مسام. عشان ايه؟ تشرب مني من الصوص اهي كده. كده حطينا الكركم وحطينا البودر الكاري. يا رب اجعلك من قطعين من الارزاق. ماشي كده حضراتكم، حطينا هنا الكركم والكاري زي ما انتم شايفين كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. قوم بقى ايه، نروح جايبين اللبن الرايب بتاعي اهو. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب، واللي قصده مخيب. الله الله، ايه يا عم ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وجيب يا ابني شويه لبن رايب تاني عشان تغمس يا ابني. شويه لبن رايب تاني عشان الناس تغمس. ينوبك ثواب.